السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجانب المظلم من القمر، اصطلاح شائع ونسمع به كثيرا هذه الأيام، فما هو الجانب المظلم من القمر؟ ففي الطين، نفس الطين موجودة بالبحر الميت أو طينة البحر الميت أو الشط تبع البحر الميت، لما تمسكها وتحطه بصحن أو على طاولة، والله يا أخوان يعطيك شكل القمر، طري. كثر ما راقبت القمر بالكاميرا عندي بالتلسكوب، بحس القمر مثل هيك، شيء مثل العجين، مثل العجين ويتشكل القمر. يعني في فيديو يمكن أجنبي بدشته، في ناس يحكي القمر هو عبارة عن بلازما. من خلال النظريات المتعددة للسيد الخبر الأكيد السيد أحمد، ما سمعتم، وكذلك له وجهة نظر بخصوص الجانب المظلم من القمر. القمر والله، يعني في حديث عن ابن عباس بيحكي عن وتفسير يعني القمر جعله في هنا نوره، بقول لك التفسير لابن عباس انه قفى القمر نوره للسماوات. لاحظ يعني القمر الجهة الخلفية له نور موجهة للسماوات. هذا لاحظ هذه آية صحيحة، هذه آية تفسير الآية صحيح. نعم لاحظ صحيح. لاحظ العلم شو بحكي لك، حتى بهاي بقول لك الجهة المظلمة، لاحظ خالف تعرف أي شيء بدي يمدي خلفه، بقول لك الجهة المظلمة للقمر. وابن عباس بقول لك لا، قفى القمر نوره للسماوات. ما هم دايما بيكرروها عشان تثبت في عقول الناس إن الناحية التانية ظلمة لأن ما في الشمس. استمعنا إلى رأي الأخ أحمد خبر الأكيد، وكذلك السيد عبد الرحمن شريف، والاثنين يؤكدون على أن هنالك مؤامرة وإخفاء لموضوع الجانب المظلم للقمر. يستخدم الكثيرين عبارة الوجه المظلم للقمر لوصف الأشياء الغامضة والغير معروفة، فالوجه المعتم للقمر هو الوجه الذي لم نره قط، هذا هو المقصود في الوجه المظلم للقمر. التقطت أول صورة للجانب البعيد من القمر، طبعا كلمة الجانب البعيد هو المصطلح الصحيح يعني، وهو المسمى الأدق لتسمية الجانب المظلم. طبعا تم التقاط الصورة هذه بواسطة المسبار السوفيتي لونه 3 في عام 1959. الجانب المظلم للقمر ليس المقصود به أنه معتم، ولكن هو مظلم بالنسبة لنا لعدم رؤيته، وهو مصطلح، المصطلح الأدق وهو الجانب البعيد. لا أحد يخفي شيء، ولكن مصطلح شائع فقط وليس إلا. الأخوان أحمد وعبد الرحمن شككوا في الموضوع وأنه هنالك مؤامرة وأنه هنالك تعتيم على هذا الموضوع. طبعا ابن عباس أفاد أن الوجه البعيد للقمر مضيء ويضيء السماء. طبعا هذا أيضا الفكرة هي بحد ذاتها مخالفة لفكرة القمر المقعر، وتجد في رابط الوصف حلقة تفصيلية عن هذا الموضوع على سبق قدمتها خلال رمضان الماضي، توضح فكرة الجانب المعتم للقمر. وطبعا هو ليس معتم ويضيء أسبوعين كاملين خلال الشهر، يعني تماما كما يضيء الوجه المقابل للأرض كذلك يضيء الوجه البعيد عن الأرض. شكرا لكم وإلى لقاء قادم، السلام عليكم.